أهم وأخطر مرحلة في تاريخ المسبار هي مرحلة دخوله مدار المريخ. اليوم نشهد حدث تاريخي في حياتنا وحياة كل الشعوب العربية. 200 شاب وشابة من عيالكم، من مهندسين ومختصين في أدق التفاصيل لوصول الإمارات للمريخ، متواجدين اليوم على أرض هذا الوطن. 50 عام مضت في دولة الإمارات حيث بدأنا من الصحراء، ونريد 50 عام القادمة أن تبدأ من صحراء المريخ، لأننا شعب لا يعرف المستحيل. نبغي الجميع يشاركنا في هذه المرحلة في تحليل هذه البيانات العلمية عشان نستكشف أسرار كوكب المريخ مع بعض. محركات الدفع الستة تعمل بشكل جيد، درجات الحرارة، نظام الدفع حسب النطاق المتوقع. اللحظة هاي هي اللحظة الحاسمة وأصعب لحظة نمر فيها كفريق عمل. سألني واحد وقال كم الكلفة لهذا المشروع، فقلت له هذا استثمار وليس بكلفة. من قائد المهمة إلى جميع الفرق، على الجميع الاستعداد لإجراء تقييم نهائي لصحة المسبار. إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات في مدار كوكب الأحمر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. يقول مبروكين على المريخ والتاريخ اللي حققتوه، شرف لكم ولأهلكم ولبلادكم ولأمتكم.